السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتزم كلية الطب بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية إقامة يومها العلمي يومي 24 و25 يونيو إن شاء الله، نتيجة للتطورات الكبيرة والسريعة في الذكاء الاصطناعي. رأينا أن يكون شعار اليوم العلمي لهذا العام هو الذكاء الاصطناعي في مجال الطب، ونحن نحرص على تطوير العملية التعليمية، ورأينا أن نكون في مقدمة الجامعات التي تهتم بهذا المجال، وهو مجال الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجالات الطبية. ستكون هناك مشاركة لطلبة الكلية ببحوث تنشر في أروقة الجامعة سيطلع عليها الحاضرون، وهناك محاضرات خاصة بالذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتشخيص الطبي وعلاقته بعلوم طبية مختلفة، وكذلك علاقة الذكاء الاصطناعي بالجانب البشري. نتمنى أن يكون هناك حضور لهذا النشاط، لما للذكاء الاصطناعي من أهمية في كافة المجالات والمجال الطبي بشكل خاص. ستكون هناك مشاركة من جامعة بمساهمات في محاضرات وورش عمل، ستكون هناك مشاركة لخريجي الكلية بنشاطات علمية مختلفة، وستكون هناك نشاطات لطلبة الكلية بنشر بحوثهم في صورة بوسترات خلال يومي النشاط العلمي المزمع إقامتهم. نتمنى للجميع التوفيق في هذا النشاط، ونتمنى له النجاح، ونتمنى الحضور لكل المهتمين بهذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.